السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة وحصرية، وهي عبارة عن مرهم لعلاج آلام المفاصل الحادة وهشاشة العظام وأمراض الروماتيزم. كما تعلمون جميعا أن عديد من الناس يعانون من هذه الأمراض، ولهذا راح نعرضكم اليوم هذا المرهم. ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل هذه الوصفة، نطلب كل شخص دخل إلى قناتي أن يدعمني باشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد مني. الآن بسم الله نبدأ بتحضير هذه الوصفة أو مكونات الوصفة. نبدأ مع المكون الأول واللي هو الزنجبيل. راح نستعمله في هذه الوصفة لأنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ويخفف من الألم. أما بالنسبة للمكون الثاني وهو الكركم، الكركم هو اللي يعالج لنا هشاشة العظام ويقلل لنا الألم والتهابات المفاصل، خاصة داء الروماتيزم، لأنه غني بالفيتامين دي والكالسيوم. المكون الثالث واللي هو الفازلين، نستعمله في عملية تدليك المفاصل وإعطاء راحة لها وتقليل من ألامها. أما بالنسبة للمكون الرابع واللي هو الليمون، الليمون هو مضاد لالتهابات المفاصل. أما بالنسبة للمكون الخامس وهو منقوع زيت الزيتون والثوم، طريقة تحضير هذا المنقوع، راح نستعمل كأس من زيت الزيتون، نستعمل فيه 7 فصوص ثوم، راح نضعها في هذا الكأس تاع زيت الزيتون ونخلوها لمدة أسبوع. حتى في الأخير راح نتحصلوا على منقوع زيت الزيتون والثوم التي له فوائد كبيرة، كما رانا درناه في وصفة سابقة للشعر، عنده فائدة كبيرة للآلام المفاصل وهشاشة العظام. أما بالنسبة للمكون الأخير وهو السكر الناعم، السكر الناعم راح نستعملوه للتجبير، هو اللي راح يشد لنا هذه الوصفة على الركبة تاعنا أو أي منطقة راح نضع فيها هذه الوصفة أو هذا المرهم. الآن نرجعوا لطريقة تحضير هذه الوصفة. نحضر إناء مع ملعقة صغيرة، نأخذ ملعقة صغيرة من الزنجبيل تكون معمرة مليح، ثم ملعقة صغيرة من الكركم، هكذا من الكركم، ثم راح ناخذ ملعقة صغيرة من الفازلين تكون درجة حرارة الغرفة هكذا، ثم راح ناخذ ملعقة صغيرة من منقوع زيت الزيتون والثوم، ثم أنا أخذ ملعقة من السكر، ثم راح نضع هذه نصف حبة ليمون محصورة، راح نخلط المكونات جيدا حتى نتحصل على مرهم هكذا، نخلطوها مليح تتخلط المكان هذا الفازلين نبدو، هنخلط مليح حتى تذوب لنا هذا الفازلين كامل، نتحصل على مرهم هكذا، تتخلط لنا كامل هذه المكونات اللي استعملناها هكذا. تقدري تستعملي هذه الكمية وبعد كي تجي تعاودي المرة الثانية من الاستعمال راح تحضري كمية ثانية هكذا. نشوفوا بلي هاد الفازلين كامل دابت، تحصلنا على مرهم هكذا، حتى تشوفوا كامل الفازلين تاعكم دابت. اما بالنسبة كيفية استعمال هذه الوصفة، تحتاج منا لكم الشرح. هذه الوصفة راح ما نستعملوهاش مباشرة هكذا على الرجل أو الركبة أو أي منطقة راح تستعمليها فيها، راح نشرح لكم الخطوة الأولى لتستعملوا هذه الوصفة. راح نحضر كمادة
وكذلك ماء يكون ساخن، يكون ساخن مليح حتى باش كمد لنا هذيك المنطقه مليح مليح. نضع الكماده في الماء ونحصرها مليح مليح ونضعها على منطقه الالم، ثم نعيد الكره حتى نحس الماء تاعنا بدا يبرد مده 5 دقائق. هذاك راح نتوقف ونشف المنطقه مليح ونضع عليها المرهم اللي قمنا بتحضيره، ثم نغطيه بقطعه من الشاش ونزيرها مليح باش نتشد لنا هذيك المنطقه تتجبر، ثم نتركه لطول الليل ونعيد العمليه كل يوم بصفه منتظمه. بعد ما كملنا الوصفه تاعنا نتمنى تجربوها وتداوموا عليها باش تعطيكم نتيجه مليحه. نتمنى تكون عجبكم هذا الفيديو تاعنا، ما تنساوش جيم لا فيديو. نترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في وصفه جديده مع مطبخ وتدابير ام جنان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.